رح نكمل الآن أخبارنا السريعة والكويك هيتس. من بعد ما تسلق أعلى 7 قمم في العالم وخاض العديد من المغامرات على مختلف أنواعها، حب ماكسيم شعيا أنه يوثق هالرحلة بكتاب للأطفال بعنوان ماكسيمم ماكس. هيدا أول كتاب من سلسلة كتب. هالكتاب هيدا بخبر قصة أول جبل تسلقته، هو جبل كيليمانجارو بأفريقيا. ولكن يلي بيميز هالكتاب أنه مركز على الرسومات لسرد القصة، والمفاجأة أنه هالرسومات اللي عم نشوفها هي من تصميم وتنفيذ طوني أبو جودة. فبعد التمثيل والتقديم والغناء، طوني بعد عنده مواهب مخبيها. وبالإضافة للإنترتينمنت، ماكسيم عنده هدف أساسي وراء هالكتاب، يحفز شباب لبنان والعالم العربي أنه يكتشفوا قمتهم ويتسلقوها بالرغم من يلي عم بصير حواليهم. بهالشكل كان استقبال إسعاد يونس بمعرض المنتجات المصرية، فالكل كان حابب يورجيها الأغراض اللي صنعوها، خاصة وأنها ساهمت بتنظيم هالمعرض. أنا متبنية الفكرة عموما، بس بيتقدم أصحاب المكان اللي هم بيقدموا المكان دلوقتي فري مجانا لكل الصناع المصريين ان هم يعرضوا البضائع بتاعتهم في الاماكن اللي الناس ما بتقدرش توصل لها بسهوله. فالمعرض كان منوع جدا، واسعاد عملت جوله على كل ستاندز وتاكدت بنفسها من جوده المنتجات، ولكن هالمبادره ما راح تكون الاخيره. طبعا طول ما احنا ماشيين هنقدم، احنا لسه بنقول يا هادي، يعني دي بداياتنا. الطباخ البريطاني العالمي توم ووف زار بيروت ليشارك بأسبوع الموضة بعرض المصممين فاشن فيرسوفوار اللي قدموا مجموعتهم الجديدة لخريف وشتاء 2016-2017. فظهروا العارضات على المسرح وهم حاملين معاهم مأكولات بطرق مختلفة وكرياتيف، وطبعاً كان لازم نعرف من توم أكثر عن تفاصيل هالتجربة. Fantastic night, and you know Lebanese people are incredibly stylish, and they know good food, and you know it's a perfect place for me. ففي بدايته توم كان البرايفت شيف لجينيفر لوبيز وقت زيارتها للندن، وهالشي فتح له أبواب كتيرة وساعده إنه يفتح البزنس الخاص فيه ويتعامل مع أهم المشاهير في العالم. وتوم خبر إيتي بالعربي عن حلمه اللي بعد ما حققه لليوم. My dream is to do my own food art fashion cafe in the Middle East. In Beirut, that would be a dream come true. بشورت وشابو بيظهر أيمن الأعطر بفيديو كليب أغنيته ابتسم اللي هي ضمن ألبوم في قلبي كلام. ابتسم خلي معاه العالم كله يبتسم، أصلا طبيعي كل من شافك في وجهه يرتسم. صورها أيمن في إبيسا بإسبانيا، والملفت أنه أيمن بنفسه كان ماسك الكاميرا وبيصور حاله على طريقة السيلفي، فكان في إله شوتس تحت الماء وبكل الأماكن اللي زارها. فالكليب هو عبارة عن توثيق لرحلته بإسبانيا. وهالستايل بالتصوير سبق وشفناه بكليب بيوتي اند بيت لجاستن بيبر. هذه أغنية يوسف عرفات الجديدة حبك ساكن، وبتسمعوها أولاً خلال إيتي بالعربي. أغنية حبك ساكن راح تكون كلمات وألحان وتوزيع عادل العراقي، إنتاج ستاربز إنترتينمنت. أتمنى تحبوها وأتمنى تحبوا الفوت سيشن، وهذا الفيديو راح يكون حصري لإيتي بالعربي. وإيتي بالعربي كان متواجد مع يوسف خلال الفوتوشوت. حبك ساكن.